لياقته تستحمل شوط وما يلعبش ماتش كامل، واللاعب اللي يشارك لازم يبقى عنده أنفاس. تعليق مثير من مدحت شلبي على مباراة الزمالك والإسماعيلي، خصوصا بعد مشاركة شيكابالا في المباراة لحد الدقيقة 70، مش هتصدق اللي قاله. انتقاد وجهه الإعلامي مدحت شلبي لنجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وكمان الجهاز الفني الميت عقبة بسبب مباراة الزمالك والإسماعيلي، واللي شهدت على مشاركة شيكابالا مع الفريق لأكثر من نص الشوط الثاني، وده اللي لفت نظر مدحت شلبي ووجه لوم على الجهاز الفني للزمالك. بحسب مدحت شلبي إن شيكابالا في السن ده واللياقة البدنية دي يلعب شوط واحد بس، ما يلعبش مباراة كاملة. وقال شلبي في تصريحاته ضد الأباتشي: من وجهة نظري شيكابالا يلعب الشوط الثاني فقط. مع كامل احترام لشيكابالا وإمكانياته، هو لاعب كبير ولكن هو مش في كامل لياقته البدنية. وقال كمان مدحت شلبي عن شيكابالا: أي لاعب بينزل الملعب بيبقى في كامل لياقته البدنية، وأيضا لازم يبقى عنده أنفاس، وكل هذا يجعل شيكابالا يشارك في الشوط الثاني فقط حتى يستطيع الفريق الاستفادة منه بشكل أفضل. تصريحات مدحت شلبي انقسم عليها المتابعين، منهم اللي دعم وجهة نظره ومنهم اللي انتقد تصريحاته. وبحسب الداعمين قالوا إن فعلا شيكابالا في السن ده ما ينفعش يكمل مباراة كاملة، خصوصا إنه بيأدي دور مهم مع الفريق، لكن بطبيعة السن بينزل معدل أدائه في الشوط الثاني، والأفضل إن الجهاز الفني للزمالك يستفيد من قدراته. وقالوا كمان إن لازم يكون في نظرة لأي جهاز فني في مشاركة اللاعبين والنزول بالأعمار السنية، لكن محدش يختلف على موهبة شيكابالا. لكن محب الأباتشي من جمهور الزمالك انتقدوا التصريحات دي، وشايفين إن شيكابالا كان من أفضل اللاعبين في الزمالك في مباراة الإسماعيلي، وكان بيأدي دور كبير مع اللاعبين لولا إن ما كانش فيه استغلال للفرص، لدرجة إن البعض انتقد جوميز المدرب الجديد لميت عقبة إنه خرج شيكابالا برا المباراة وهو كان من أفضل اللاعبين في الملعب في الوقت ده. شيكا واللعب التسعين دقيقة كانت من أكتر الأحداث اللي شهدها الزمالك مع المدرب السابق أوسيريو. وقتها كان المدرب بيحب يلعب الأباتشي التسعين دقيقة، وكان في انتقادات كبيرة للمدرب، خصوصا أن اللياقة البدنية لشيكابالا كانت بتقل، لكن كان دايما بيدافع عن شيكا ويقول أنه قادر على اللعب لحد آخر وقت في المباراة. شيكابالا على أعتاب التجديد للزمالك، وكمان قدامه مهمة صعبة، وأنه يقدر يثبت قدراته في الفترة دي علشان يكون على رادار منتخب مصر، خصوصا أن العلاقة بينه وبين حسام حسن الكل يعرفها، وانه من اللاعبين المفضلين للتوام، وسبق بينهم التعامل وقت ما كان حسام مدرب لنادي الزمالك. وعلشان كده شيكا ما فقدش الامل في الانضمام لمنتخب مصر، وبيحاول يظهر كل اللي عنده مع الزمالك علشان يكون ضمن اختيارات حسام حسن مع المنتخب وقائمة المشاركين في تصفيات كاس العالم. لكن يا ترى هل هيستمر اداء شيكابالا مع الزمالك بنفس القوة خلال الفترة الجاية ولا لا؟ خلينا نشوف.